المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية حلم أصبح حقيقة، نفذت لتصبح مؤهلة لاستضافة البطولات العالمية لمختلف الرياضات. لا تحتوي على الملاعب فقط، ولكن تم تصميمها لتضم عددا من المنشآت الثقافية والاجتماعية المختلفة. يوجد بالمدينة العديد من المقومات مثل شبكة الطرق والفنادق المتميزة والخدمات المتنوعة، تضم مجمعا لحمامات السباحة وصالة خاصة بالألعاب القتالية، تشتمل على صالة لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وصالة الجمباز، تضم مبنى اجتماعي ومبنى مخصص لتشجيع الشباب والناشئين على تنفيذ المشروعات الثقافية والتكنولوجية وتنمية المهارات والقدرات، تضم ميادين رياضية لممارسة القوس والسهم والرماية وألعاب القوى، تضم منطقة خاصة بالأطفال للأنشطة الثقافية والترفيهية ومسرح ومبنى إداري، تضم مستشفى طبي رياضي متكامل.